الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. بنحييكم من شرق السودان الحبيب، من مدينة سواكن، سواكن التاريخ، الأصالة، النضال. حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا، من مدينة سواكن، أولى محطاتنا في سواكن، وتابع معنا. مرحبا بكم، اول محطاتنا في سواكن، اولى محطاتنا في سواكن. نحن في سوق سواكن، نلتقي بمجموعه من اهلنا في سواكن. سؤال جديد نتابع مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله. الله يسلمك. الحمد لله، الله يرفيك. الحمد لله، لاول مره القى لي ناس ما امشي لهم مشوار، بس انزل القاهم في وشي. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين، كيف الحال؟ طيبين، كيف الحال؟ طيب، انا سعيدين يا اخواننا نكون في سواكن، وانا في محطه اولى. بنسال سؤال يا اخواننا، هل عارف الاجابه يحتفظ بها؟ وحصل لي موقف في سواكن قبل كده، واحد واقف قدام وسألناه ما عارف الإجابة، واحد بورقة قال الإجابة، القدام قال شال الجائزة، الورق زعل قال أنا قلتها. قلت له أنت تحتفظ بها لما يجيك، لأنه ذاك ممكن يلقاه سهل يشيل الجائزة. طيب سؤالنا، بندي فرصة إن شاء الله لكل الناس. سؤالنا، ما هو اللقب الذي أطلقه كيتشينر باشا على مدينة سواكن؟ وبنجي نمر على الناس، ما لقينا إجابة بنرجع بخيارات. المهم نبدأ، بسم الله نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. منير عبد العزيز. منير من وين؟ الحاج يوسف. الحاج يوسف؟ نعم. سواكن فيها الحاج يوسف؟ والله عبور جاي ماشي من السعودية، جاي من السعودية ماشي. جاي من السعودية. أهلك في الحاج يوسف؟ الحاج يوسف. الحمد لله على السلامة. يا الله يديك العافية. والله يا إخواننا أسعد حياة ألاقي لك مغترب يكون ما فتح الشنط. فتح حساب شنط. هاي تلقاه، شوف ليه بيضحك كيف؟ ما فتح الشنط تلقاه يكركر كركر، تلقاه راجع كيف؟ الله الله الله. يكون اللاستيكة بتاعت القروج لابسها في يده. يا أخي نحن ربنا يديك الصحة والعافية، ودارين نعرف اللقب اللي أطلقوا كتشينا على سواكن شنو؟ والله في لقب اسمه مدينة الجن ولا حاجة، بس مدينة الجن. ده مدينة الجن؟ ممكن جينا كان بعرف جن؟ ما بعرف جن، دي سواك ما اعرف والله. انت خدت لي اللقب ده؟ خدت له اللقب. طيب ناخذ اجابة، نتعرف عليك. عامر فضل الله احمد. من وين يا عامر؟ من العسيلات. العسيلات ما شاء الله. فريح سواكن ولا العسيلات الأصلية؟ العسيلات الأصلية. ما شاء الله، جاي من السعودية برضه؟ جاي من السعودية. ما شاء الله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يعطي فرصة لغيري، ما بعرفه والله. انت ما عارف لقبه؟ ما عارف والله. طيب ده كويس، ريحنا. نتعرف عليك. اسمي محمد حامد العاتي. من وين؟ من درمان الحارة 50. من درمان الحارة 50. نعم، قبيلة القريات. طيب اللقب نطلعه كتشينا على سواك. والله نخوة. ما عارف. طيب نتواصل، نتعرف عليك. ياسر النور التني. ياسر من وين؟ من طاوة الشعب بن محمود. ما شاء الله تبارك الله. والله يا اخوانا السودان كله هنا ما شاء الله. اللقب شنو؟ الدنوبة. لا ما انت. ودنو مرحبا بكم، بنحيي اهلنا النوبه كلهم يا اخواننا. لقب سواكن اطلقوا عليها كتشينر. لقب ابي تفرض السؤال ده لزول ثاني لانه ما عارف. ما عارفين. طيب انا اسال البلد هنا، في زول من البلد؟ من البلد تعال نتعرف عليك. مغاد رحيم الطاير من الفاو. من الفاو؟ من الفاو. يا هو الشرق يعني. جينا قريب قريب، مرقنا من حاج يوسف، مرقنا من الثوره، وصلنا الفاو. ايوه. اللقب شنو؟ اللقب بتاع سواكن دي لانه مس كلها شواطئ نايم سواكن، اسمها سواكن. 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 هاي لا، كتشينر باشا لقبها هي ما سواكن، وكان اسمها سواجن. سيدنا موسى عليه السلام كان يزن فيها الجن، سموها سواجن، الاسم جه منها سواكن. لكن كتشينر سماها شنو؟ لقبها بشنو؟ تتعرف عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حمزه ادم دلدوم. حاج عبد الله. حاج عبد الله. ما شاء الله. طيب اللقب اللي اطلقوا كتشينر عليه سواكن؟ عزاب. ميناء عزاب. العزاب. عزاب ميناء عزاب. عزاب. طيب انت ناس ما شاء الله يعني القوم لك
مرحبا. والله انا طبعا لو نلقى زول طويل يا اخواننا يعني، لكن انا مترين صبلتي قايم عليه عمي ده. اي لكن ما شاء الله يعني. الله يديك العافيه. طيب انت كبير قلت لي انا بحكي لك حاجه ولا شو؟ ايوه النقطه اللي قلت احكيها لك. في جماعه بلدياتنا كده جو الخرطوم لاخوهم. اخوهم ده طبعا وضعه كويس وقعد جنبهم كده ودخل في الصراف الالي، صرف لهم 100 100 100 قدام، زحى منهم ركب عربيته جو جا واحد مسكين دخل بطاقته لما فيه دقه مفتكرين ان صراف حقنا طبعا بلدياتنا قايلين اخذنا. اي والله ما شاء الله تبارك الله. طيب مرحبا بكم، نتواصل معنا منو؟ الزين احمد توم. زين من وين؟ انا من الجزيره. الجزيره الزين اللقب اللي اطلقوا كتشينا على سواك مدينه توسوك. طيب انا سعيدين نكون في محطه اولى في مدينة السواكن ولاقونا الناس والله بالحفاوة والاستقبال، وهذيل يعني موجودين معانا لما مرة تمشي يمين مرة تمشي شمال مرة سقوق جاي مرة يجيبوك قدام، المهم نحن ثابتين هاي ونحن بنحيون، وفيهم كثيرين ناس راجعين لأرض الوطن إن شاء الله عودا حميد وأهلهم يفرحوا بهم ونكون شافوهم معانا. نحن سألنا عن لقب أطلقوا كتشينا الباشا على مدينة سواكن. طيب يا أخوانا نحن حنخد ثلاثة خيارات حتكون الإجابة الصحيحة فيها اللقب اللي أطلقوا كتشينر على مدينة سواكن. ركزوا معي الثلاثة. الخيار الأول ميناء السودان الأول، ميناء السودان الأول. الخيار الثاني قبلة الشرق. الخيار الثالث باب الشرق. باب الشرق قبلة الشرق ميناء السودان الأول. أنت أول زول سألناك صح، بتختار شنو في الثلاثة؟ باب الشرق. باب الشرق. عندك قبلة الشرق وميناء السودان الأول. قبلة الشرق. قبلة الشرق ميناء السودان الأول. وده أصلاً أفضل لك صح؟ نعم. طيب يا أخواننا ثلاثة خيارات، خيار فيهم الصح، والزول اللي اختار الاختيار الصح حيكسب معانا الجائزة. الإجابة الصحيحة هي باب الشرق. وإنت منو؟ منير عبد العزيز. صفقة لمنير يا أخواننا. مبروك عليك فزت معانا بجائزة مقدمة من قناة شروق، والحمد لله ألف على السلامة. مش العربي في الجنة. أخونا منير فايز معنا في محطتنا دي، وبنبارك لك جائزة مقدمة من قناة الشروق، مسجل استيريو مقدم من قناة الشروق. صفقة لمنير أخوانا. مرحبا بكم من سواكن ومحطات تتواصل في هذه المدينة التاريخية الأصيلة، محطة جديدة وسؤال جديد، تابعوا معنا. هوي من عديتنا دالو مزايا دالو كما أشيروك واشونان هيا توقع هودي 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 أبشر بشرنا أخوانا بالخير. والله ما تبشر زي روحك ما في. مرحبا بكم، نحن سعيدين نكون مع أهلنا في شرق السودان في سواكن، هالقابلونا بالترحاب وبالحفاوة وبالتراث غنوا لنا، وأنا ما قدرت أنطط معهم، الجماعة نطوا لفوق شديد. فاطر وأنا قصيروني، أنا قصيروني ما بقدر أنط. فاطر. طيب أنا بسأل سؤال يا إخواننا، العارف الإجابة يسكت لما يجي الدور، ما لقينا بندي خيارات، كويس؟ دايرين نسأل من هو أشهر الرحالة العالميين الزاروا سواكن. يعني زاروها رحالة كثيرين جو سواكن، سواكن مدينة تاريخية. زار الخديوي عباس حلمي باشا لما كان حاكم مصر زار هنا، وصمويل بيكر زار من الرحالة العرب
في رحالة شهير زار سواكن، دارين نعرف. انت اسمك منو؟ انا اسمي محمد الحسن دريف. دريف من وين؟ من سواكن. من سواكن. الرحالة ده منو؟ الرحالة اول انت اديني فرصة انه الرحال شنو؟ الرحالة العرب الزمان اللي بيجوا بيمروا على المدن وعلى كده، يعني ما سوداني، هو بيجي من برا بيشوف المدن وكده. عربي اسمه منو؟ ممكن تديني خيارات؟ اذا ما لقينا زول جاوب الاجابه نديكم خيارات. جدا. طيب انت منو؟ دروب احمد دروب. منو؟ دروب احمد دروب. دروب احمد دروب ده منو؟ ابن بطوط. ها؟ ابن بطوط. ابن بطوط؟ هي. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق معانا. محي الدين محمود. محي الدين اسماعيل. من سواكن ان شاء الله. يا تحي. هنداره. هنداره ان شاء الله. الرحاله ده منو؟ اسماعيل. اسماعيل؟ نعم. اسماعيل ناخذ اجابه. طيب مرحبا بكم، نتعرف عليك. طه حسين. طه حسين. من سواكن هنا. من سواكن. الرحاله ده منو؟ حمدايب. ها؟ حمدايب. حمدايب. طيب نتعرف عليك. وشيك ابو اش احمد. وشيك. الرحاله ده منو؟ ابن بطوطه. ابن بطوطه. طيب نتعرف عليك. عدلان مصطفى عبد المجيد. من سواكن هنا. ابناء الشماليه دنقله. دنقله. روتانه بني. بني ري. يلا سلم على اهلك بالروتانه. ويه بوروا سرناك مندو. بلد مله ويه بوروا. عند سواكن تنرق مله حيري. وتعرف روتانه هنا حقت البجا؟ والله ما كثير بعرف، يعني بعرف كده. سلم علينا بالروتان. يا دبا كيت انا كسيكنا دايبنا الحمد لله ما شاء الله. زول غاموس اخوان الرطاين كد حافظ مع عافي منك ما شاء الله تبارك الله. طيب الرحاله ده منو؟ والله يا اخي الله اعلم ما بتعرفه. طيب نجي بيجاي ابراهيم هاشم محمد الفضل العبيدي سكان سواكن. سواكن. نعم. الرحاله منو؟ ابن بطوط. مو صابن قيسو. نتعرف عليك. مرحبا بك. تعال انت. عباس احمد بلال سواكن. سواكن. ابن بطوطه. ده اللي اسمه ولا ده الرحاله؟ الرحاله. انا قريت عباس سواكن ابن بطوطه. لا لا لا. احمد سويلم رشيدي. رشيدي ما شاء الله. طيب ما من سواكن هنا؟ نعم من سواكن. الرحاله منو؟ والله الرحاله دي انا في الخلا دي بلقى تواريخ مصريه. في الخلد اكثر ملقى مصريه، بس عمله مصريه. مصريه. طيب ما الشعر بتاع الرشايد والعنايه حافظ منه شيء؟ والله الشعر ما حافظ منه كثير. ما حافظ شعر؟ ما حافظ شعر. ما بتعرف تغني بالرشايد؟ ما بعرف اغني ولا غنى ولا شعر. والله ما والله العظيم. طيب نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الباقي الامام ولايه الجزيره. تنبول. تنبول. الرحاله منه؟ ابن بطوطه. طيب نتواصل معاكم نتعرف عليك. شهاب الدين احمد الفقير كباش. شهاب الدين مرحبا. من وين يا شهاب؟ رباطاب. رباطاب ما شاء الله تبارك الله ما هي. يديك العافيه. في سواكن هنا؟ سواكن. طولت؟ والله 3 سنين كده تقريبا. 3 سنين. من الاحياء في سواكن شنو؟ الصينيه. اه الدقنة. اه والفاروق. ايوه الصفا. ايه المشيل. طيب كل القبائل موجوده في سواكن؟ كل القبائل موجوده. يعني شنو من القبائل الموجودة؟ رباطاب، الدنعقلة، الشايقية، المحس، الشكرية، كل الأصناف القبائل الموجودة. موجودة في سواكن. نقول سودان مصغر كده. سودان مصغر. طيب الرحالة ده منو؟ والله يا أخي في رحالة مسلم عربي شهاب الدين أحمد بن ماجد. ابن للرسول والصحابة زي حوض اللبن شايقنا، نموت فوق عزنا ومصحفنا ما يفارقنا ونقضي فوق سكة جدنا. ونقضي الفوق سكة جدنا أبو بكر عثمان علي دقنا أمير وراء الشرق أبو بكر علي عثمان دقنا. الله أكبر ولله الحمد. ما في كلام يا أخواننا. نحن يا أخواننا سألنا عن رحالة واحد أشهر الرحالة مين زاروا مدينة سواكن، وقلنا في رحالة كثيرين زاروا سواكن. سواكن مدينة تاريخية ولا تاريخ كبير. صمويل بيكر زار سواكن، قلنا من الغادة في الزمن ذاك، يعني عباس حلمي باشا هو خديوي مصر برضو زار سواكن. وقلنا أشهر منه أول زول قال إجابة الصح بيكسب معانا جائزة. لكن طالما جبنا خديوي مصر وجبنا سواكن، أنا أحكي لكم نكتة في المصريين ولا دروبات. الدروب قالوا طلع لقى المصريين ده شغالين في الزلط يصلحوا في الزلط، فشايفهم قاعدين كده قاعد يعاين فيهم، بس بيعاين لهم كده يعاين للزلط. المصري طبعا دار يوري نفسه كده، انت بتبص لك كده ليه؟ انت قبل كده ما شفتش خبرات اجنبيه؟ هضرب عليك كويس كده. خبرات اجنبيه شفنا، لكن طلب اجنبيه ما شفنا ولا. طيب يا اخواننا الرحاله هو
ابن بطوطه واول زول قال اللي جاب الصح. الله اكبر. منو انت؟ ادروب. احمد ادروب. صفقه لادروب يا اخوانا. نمشي العربيه نشوف الجائزه. يا وكل بكي ومدنا وطلعي داي بروتي وكل جني تولوني كده نابري دمعوكي ابشر ابشر. طيب يا اخوانا الفايز معانا في محطتنا دي نحن والله في حفاوه في تاريخ في اصاله في سواكن. ادروب احمد ادروب ما شاء الله تبارك الله فايز معانا في محطتنا. ادروب شغال وين؟ شغال سواق. سواق. شوفوا يا اخوانا النعمه دي. ادروب فاز معانا بجالون جاز مقدم. سايق جاز ولا بنزين؟ زيت. ها؟ زيت. زيت؟ جالون زيت. قلت له سايق جاز ولا بنزين؟ قال لي زيت. ودار الجالون يطلع زيت. احنا بنحيي ادروب. وتشرب مويه بارده؟ ها؟ مويه بارده. طيب ادروب يا اخوانا فاز معانا بثلاجه كولر مقدمه من قناه الشروق. صفقه لادروب يا اخوانا. مرحبا بكم. تتواصل محطاتنا معاكم من سواكن. جو الجميل الجو الرائع الرزاز بتاع المطر ونحن في مكان صيد السمك على البحر. محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم. سعيدين نكون في سواكن مع أهلنا في سواكن. وسؤالنا عن التاريخ. أنا بسأل سؤال يا أخوان العارف الإجابة يحتفظ بها. في قلاع موجودة في سواكن قلعة يعني في التاريخ هنا موجودة بيقولوا قلعات كده قلعات كده قلعات كده قلاع تاريخية أثرية موجودة في سواكن. دايرين ثلاثة منين أو اثنين منين؟ شنو قلعات شنو؟ الله يعلم. القلاع الأثرية يا إخوانا في سواكن القلاع الأثرية الموجودة هسه. زمان بيقول لك قلعة الفولة قلعات كده موجودة أثرية هسه دايرين من الموجودات هسه دي القلاع الأثرية دايرين ثلاثة في شنو؟ والله انا براي ما اعرف حاجه. الاسم منو؟ اسم سعيد محمد عمر. من سواكن هنا؟ ايوه من سواكن. ما سمعت باي قلعه اثريه مباني العاليه دي؟ عاليه غير تاج السر والشناوي. اها. والجزيره. الطابيه. الطابيه. دي اللي بتعرف. ايوه دي اللي. طيب ناخذ اجابه نحنك تعال نشوف ده لانه شكله عارف. انت منو؟ محمد عبد الرحمن وكير. محمد. القلاع الأثرية الموجودة هسه في سواكن شنو؟ وهذا الإنصاري. تاني القلعة. تاني المهجر المهلج. المهلج دي قلعة بنيان عالي. تاريخ أثري. تاريخ أثري. تاني. ما أنت قلت ثلاثة ترى. ما ثلاثة ما زيد يمكن الثلاثة 2001 غلط. ثلاثة يمكن فيها واحدة غلط. هسه الطماطم دي كانت اثنين كبار حصرت لي اثنين سؤال برجع لك ولا الثلاثة بس دي الأم الزارين قلت شنو؟ القلع والإنصاري والمهلي والمحلي. طيب ناخذ إجانا نتعرف عليه. أحمد تيسير. أحمد تيسير من سواكن يعني. من لا من بورسودان. من بورسودان. قلاع أثرية موجودة في سواكن الجزيرة والمحلج. الجزيرة دي والمحلج والأنصار. وشو؟ الأنصار. الأنصاري؟ أي. طيب ناخذ إجابة نتمنىك التوفيق. نتعرف عليه. أمين أبو طالب. أمين أبو طالب. ثلاثة قلاع أثرية. ثلاثة قلاع أثرية في قلعة الأنصاري و وسر الشناوي. اها. و
تاج السر. تاج السر. ابراهيم عثمان يوسف. ابراهيم من سواكن. من سواكن. قلاع عسرية موجودة في سواكن. قلعة الإندارة وقلعة المشيل. اثنين قلاع موجودة. المشيش؟ المشيل. الإندارة. والإندارة. أيوه. ثاني. ثاني. طيب من القدام شنو؟ خنادق ثاني. القدام كان شنو؟ ذكر وحدات ما موجودة. لا لا بس ده الاثنين ده موجودين. طيب. اللي هي واحدة بجاي بتاعت المشيل وهناك بتاعت الإندارة. كويس ناخدين. إجابات نتمنى لك التوفيق من الناس اللي عارفين يا إخوان يجون ما شاركونا نتعرف عليه. مجاهد الهادي. مجاهد من سواكن. من شندي. من شندي فرح سواكن. شندي فرح سواكن. طيب ما شاء الله نحن السودان كلهم في سواكن. هالغلعات الثلاثة شنو؟ والله العارف أننا اثنين، واحدة في الأندارة وواحدة قلعة هنا في السوق. في السوق اسمها سريات. اسمها شنو في السوق؟ والله الطابية و. بتاعت السوق دي ما متأكد اني اسمها. سامي داكي. اتعرف عليك. الرفيع الضوء النور. الرفيع من وين؟ سنار. سنار. ما شاء الله والله ماشيين كويس. الخريطة كلها لها منا هنا في سواكن. ما شاء الله. القلاع التاريخية. المحلج. والجزيرة. الطابية. محلج والجزيرة والطابية. القلاع الأسرية قلعة شنو؟ بوابة سواكن. القلعة 17 بأندارة. وقطر الشناوي. عرب عليك. سلام يقرأ الحضري من تنبول. من تنبول ما شاء الله يا اخوان والله ماشيين ماشي والله ماشيين ماشي والله ما شاء الله سواكن الواحد تقول خط خريطة مرة ينطق يلقى سنار ينطق يلقى تنبول يرجع كذا يلقى شندي. في سواكن هنا انت؟ ايوه في سواكن. طيب الغلاع على سرية الثلاثة موجودة هسه حاليا أسرية في سواكن شنو؟ الطاوية والجزيرة اسمها دقنا هنا. والمحجر. ها؟ المحجر القلعة. المحلج. المحلج. مع الروى لا ما فيهم فريق. الاسم منو؟ عبود ادريس محمد. من سواكن. من سواكن. طيب هين شنو الغلعات؟ أندارة. أه. والأنصاري. أه. والمشيل. ديل ثلاثة. أيه. طيب ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق. فزوا العارف. ها؟ أنت؟ ولا قال انا قلت له فزوا العارف جاني تاخير طوال يعني غير انا ما فزوا العارف ده. الاسم منو؟ طه نور النيل الطيب. من 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 سواكن؟ لا لا من المفازه. المفازه قلت لك والله شغالين نطيط. طيب ثلاثه غلاع سريع. طابية المشيل. واندارة هنا. والانصار. ديل ثلاثه؟ اي. طيب ده خذ الاجابه. اخر زول يا اخوانا تعال اخر زول عارف ما يكون شارك تعال نتعرف عليه. محمد عبد الله عباس. محمد عبد الله. ثلاثه غلاع سريع. المشيل وأندارة والطابة. طيب أنا سعيدين نكون في سواكن ونسأل عن مواقع عسرية أو قلاع عسرية موجودة في سواكن. ودائما الحاجة معناها الحياة القديمة. والما عنده قديم ما عنده جديد. وقدر ما تجي في قديمك في البيت تذكر حبوبتك. والله إذا ما قديمك حبوبتي دي القزيها وين يعني. دي حبوبتي اللي عربتنا ونحن صغار وكذا. فذكرتني نكتة. واحد عنده حبوبته وقاعد معهم في البيت مرضه كتير بس كل يوم تصحى الصباح الانفلونزا قاعد ما عارف هالسعال الديكي جاني بتختيم براه من راسه لون نصيح ويوم من الصباح له ان شاء الله الاطفال يعني حاجه اقول بسم الله وان شاء الله الاطفال يجيك هسه الديكي يبين ما بيجي المرض ده لا لا الملاريا جاتني ولا السلهابات ديلي طيران وينزلن فوق قالوا وداه الدكتور قدر ما كشف ما لقى شيء عرف المرض ده مرض كفر ساي قال لا يا حاجه والله شوفي علاجك ده حايتين بس تختاري واحده فيه انت تتعالجي شنو؟ ما تجيب لي الحبوب الصفر الباتن ولا تديني المدورة قال له حبه واحده ما في والله علاجك ده يا عريس يا كستر قالت له في ذمتك دي الكستر عيني لي وسنون احنا يا اخوانا سالنا من مواقع او قلاع عسريه موجوده في سواكن وطبعا سواكن كلهم لاقونا بالحب ده وهم طبعا تختلف المسميات احنا قلنا دايرين ثلاثة ونزلنا قلنا دايرين اثنين وقلنا تاني أول زول يقول لنا إن شاء الله واحدة من اللي عندنا نحن في الإجابة هنعتبره فايز معانا وإكراما لهم وإكراما لاستقبالهم ده ونحن الموجودات عندنا الغلاع منهم الطاشة ومنهم المشين اللي قلت مش المشين أيوة ومنهم أرتيكا دي من الغلاع وفي الفولة ديل أصلا سابقات ما موجودات ديل موجودات أما أنت منو؟ إبراهيم عثمان يوسف. انت اول واحد قلت المشين دي ولا اسمها المشيل والاندارة المشيل دي عندنا
واحدة من الخيارات، ولأنه أول زول قال واحدة من الخيارات ديل يعتبروا فايز معنا، وصفقوا له يا أخوانا. سمش العربي شو جاي. طيب أنا حسعيدين الفايز معنا عمنا إبراهيم في محطتنا دي، هو من ناس البحر صح؟ أيوه من ناس البحر. تشتغلوا سمك؟ اشتغل سمك. سمك أنواع السمك عندك شو؟ أنواع السمك كثيرة. عندنا الكريب وعندنا الفارسي وعندنا الشاعور وعندنا البياض وعندنا القرش وعندنا الناجد عندنا السليماني. اسمع سمك شنو؟ اسمع سمك السليماني والناجر، ده اغلى سمك واحسن سمك. الناجر الناجر والسليماني الناجر. اما ابراهيم فايز معانا بصحن ناجر سمك محمر عليه وليمون، نصفق له يا اخوان. قصرنا معاك، اديناك اغلى واحد. ما قصرت. وعمنا ابراهيم عشان قبوله ده يا اخوانا فاز معانا بمسجل استوديو كبير مقدم من قناه الشروق، نصفق له يا اخوانا. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من سواكن. نحن داخل ميناء سواكن، محطة جديدة وسؤال جديدة مع سواكن، تابعوا معنا. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نكون داخل ميناء عثمان دقنة في سواكن، وهنا ناس المينا وأنا سعيد بهم كثير، استقبلونا بترحاب. وأجمل ما قالوا لي وأنا نازل، واحد قال لي أنتوا حتدوا الجوائز، قال بشيل دي مرقبها من هنا كيف؟ قال لي عليها جمارك. لكن حقاتنا دي المجمركات يا اخواننا، ما يكون واحد يفك الغلاف حقنا يركبوا له في كري. لا احنا جبتها بس نقعد فوق كذا وراكو. المشكله واحد يشيل غلاف الجايز يغلب فيه بوكس ويبقى مارك. طيب انا سعيدين نكون معنا سلمينا ونتعرف عليك. محمود محمد البشر. مخلص؟ لا لا والله عامل بهيئه المواني. هيئه المواني من ناس وين؟ بربر. بربر. نحن سعيدين نطرب عطاب ولا لا جعلين بمناطقين بمناصر وحسانية. ما شاء الله شو الخلطة دي، خبيز بس. من هيني من هيني من هيني، ما شاء الله تبارك. طيب يا اخوان انا بزعل سؤال ولا عارف الاجابة، يحتفظ بالي روحه عشان ما يجاوب زول ويكسب منه. نحن سؤالنا، اين يوجد قبر امير الشرق عثمان دقنة؟ وقلنا عثمان دقنة ولد 1840 واسر 1900 واتوفى 1926 بسجن حلفة. ويا اخواننا حتتين انه هيدول يحتفظ بالاجابه. مره سالت واحد قدام، واحد ورقه قال الاجابه، القدام فاز الورقه اللي انا قلتها، قلت له ما حقك، حق الزول القى. عشان كده هيدول يعرف الاجابه يحتفظ بها لنفسه. انت منو قلت لي؟ محمود محمد البشر. اين يوجد القبر؟ والله في اركويت سنكات. اركويت؟ ايوه جنب سنكات. جنب سنكات؟ ايوه. طيب ناخذ اجابه عثمان دقنا يا اخوان. طيب الاسم؟ علي محمد الأمين، منطقة العبيدية. 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 أيه. القبر موجود؟ والله هو القبر ده كان أساسا موجود في حلفة. ونقلوه جابوه أركويت. جابوه. الآن يوجد وين؟ في أركويت. وتوفى في حلفة صح؟ حلفة 1926 في سجن حلفة. وشالوا الجثمان بتاعه بعد فترة من الزمن وجابوه أركويت. جابوه أركويت. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليك. مهند صديق محمد أحمد. مهند مرحب بك. مخلص. ها؟ مخلص هنا. مخلص. ايوه. طيب ما تخلصنا من الناس هنا. في أركويت. قال لي انت شغال شنو؟ قال لي انا نقاش. قال لي انا قشنان. مخلص. خلصنا من القبر وين؟ في أركويت. أركويت. ايوه. طيب تشابه اجابات نتعرف عليك. علي عبد الرحمن سعد. من وين يا علي؟ من كوست انا.
ما شاء الله تبارك الله ماشيين كويس. الغبر وين موجود؟ الغبر ان شاء الله في اركويت. في اركويت. نتعرف عليك؟ علي اسمي اسماعيل، محمد علي اسماعيل. اسماعيل من وين؟ من سواكن. سواكن تونا سواكن هنا. اي الغبر موجود هنا الامير عثمان دقن. الغبر في اركويت. اركويت. نتعرف عليك؟ حسن محمد عباس المحسي. المحسي. حسن الإجابة شنو؟ الإجابة في أركويت إن شاء الله. أركويت. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. مصطفى عبد القادر حامد. مصطفى من وين؟ من سواكن. سواكن. خبر الأمير عثمان دقنا. أركويت. أركويت. الغبر موجود وين؟ أركويت. أركويت. نعم. طيب دي إجابة نأخذها. مرحبا بك. صلاح عبد اللطيف جبريل. منو؟ صلاح عبد اللطيف جبريل. من وين صلاح؟ من العراق. العراق. ما شاء الله تبارك الله. إحنا هنا لقينا كل القبائل. لقينا سودان مصغر في سواكن. الإجابة شنو؟ أركويت. أركويت. طيب نأخذ إجابة من كتب الناس المسألة من العرب عليه. هيثم محمد يحيى كسلة. كسلة. الإجابة شنو؟ أركويت. أركويت. طيب نأخذ إجابة من كتب فيق نتعرف عليك. محمد أحمد العمودي. من وين؟ من سواكن. سواكن. الإجابة شنو؟ أركويت. أركويت. طيب أنا حسعيدين نكون في محطتنا دي وسؤال يكون عن واحد من أبطال السودان الأمير عثمان دقنة. وتاريخ كبير عثمان دقنة وتاريخ يعرف السودان كله، عشان كده لما جينا سألنا في سواكن الناس كلها جاوبت ولاحظنا حاجة، حتى الناس جاوبت ما ناس سواكن ولا ناس الشرق، ده دليل على إنه عثمان دقنة هو بطل من أبطال السودان ومعروف لكل السودان وتاريخه معروف، لكن كنا بنفتكر إنه مكان الغبر ممكن يكون غمز على الناس شوية، ناس تعرف عثمان دقنة لكن وين دفن؟ الشيء اللي اكتشفناه إنه السودان كله عارف الإجابة دي. وده يؤكد عظمة هذا البطل وتاريخه وتاريخ سواكن وتاريخ الشرق عموما. طيب أنا حسن إدين قلت ليش منه؟ محمود محمد البشر. محمود محمد البشر. مرحب. من الرباطات. بربر. بربر. هاي. طيب بربر ده أنا بتذكرني دائما الرباطات الموجودين في بربر وطرايف الرباطات. وسألنا عن غبر أنا ذكرتني واحد أنتوا بيجيكم الناس هنا من السعودية وبيسافر عندكم السعودية. تجي من السعودية والدته توفت وبعدين يجي بعد البكا بعشر يوم. بعد عزل الناس وقعدوا هناي. عنده خاله من الرباطات دي طبعا الرتين في طرف اللسان وخاله عيله زي زول جاي بكسنايله قال عام منه بعدين قال له خالته اديني غبره مين اشيلها الفاتحه قال له اسمح تعصر الواطه صبر ما في عوج وكان زول لما جاي كان مركبه طوالب قال له زول امهي الناس واقفه فينا بس تعصر الواطه العصر ساقه خالي وديني غبره مين قال له سمع وقت زهجوا ساقه ما شبه شيل الفاتحه قال له شيله وينه غبره مين قال له واحد في ديل بس واحد في ذي شيلوا الفاتحه قال لي لا انا دايره هو بالذات قال له بدور تدا مصاري مي فاتحه شيل اليوم كله طيب انت منو؟ انا محمود محمد ابشر محمود الفايز معانا يا اخواننا الغبر موجود في مدينه اركويت بشرق السودان صفقه لمحمود يا اخوانا مبروك لمحمود نمشي العربيه نشوف الجاي طيب انا سعيدين الفايز معانا في محطتنا دي اخونا محمود ونحن في الشرق وموجوده كل حاجات الشرق يعني احنا دول لنا في الجائزه بس والله يا اخوانا شوف شو الجوائز سمحه كيف داسوا طوالي داس طوالي شفروا شفروا ما وقته محمود فايز معانا بفرن كهربائي مقدم من قناه الشروق صفقه لمحمود يا اخوانا بعدين عشان نطمنك جماركم مدفوعه يعني اللي قناة الشروق والله والله نتمنى كل اسبوع تجينا فاشتة بيجاي بنحييكم من سواكن آخر محطاتنا في حلقتنا الليلة من سواكن نتابع مع بعض مرحبا بكم أنا سعيدين في محطتنا الأخيرة في سواكن نكون في مستشفى سواكن العام مجموعة من الموظفين استقبلونا بالترحاب الشكل للمستشفى جميل عجبنا جدا ده يؤكد أنه خدمات صحية في الشرق ماشية كويس وممتازة جدا ونحن عندنا اليوم سؤال
انا بديكم السؤال، العارف الاجابه تقول لينا، الما عارف الاجابه بنجي بخيارات تاني، بندي خيارات، يعني اصله زول ما يفوز دي ما عندنا. ها كلام سمح ولا ما سمح؟ باذن الله. هاي وانتوا بعد ذاك انا كان اديتكم الجائزه ادوني بنادول ان شاء الله. انا اديكم الجائزه ادوني بنادول ان شاء الله. قال لي قلتها كبيره ادوني بسلين كويس. خلاص انت منو نتعرف عليك؟ انا علويه صالح يوسف. علويه صالح يوسف في مجال شنو هنا في المستشفى؟ محضره عمليات. محضره عمليات جابت لي كبيره، انا زول بنادول ساي سويت لي محضره عمليات. انا الرقاد الكثير المستشفى ما دايره. لكن سؤالنا في المدرسه الاوليه الاميريه، سمعت بها في سواكن؟ المدرسه الاوليه الاميريه التعليم بدا في سواكن من تاريخ قديم قديم جدا. التعليم في سواكن يا اخواننا دارين نعرف تاريخ تاسيس المدرسه دي كان سنه كم؟ عارفه خلاص ما عارفه نتحرك ونجيب الخيارات ثاني. انا باخذ احتمالات انا ما من البلد دي، لكن 52 الف وكم؟ 1952. طيب ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق. انت منو؟ اسمي هدى محمد علي. هدى من سواكن؟ اي. الاميريه الاوليه تعرفيها المدرسه؟ ما سمعت بها؟ ما متذكر. طيب تتخيلي كدي تاريخها متين؟ تاريخها 2000 وكم يا اخوي؟ ولا ترجي خيارات؟ خلاص نرجع الخيارات ما عندنا مشكله نتعرف عليك. طيب عباس امزه. طيبه من وين؟ طيب من سواكن. سواكن. المدرسه الاوليه الاميريه اذا عملت سنه كم؟ سنه 1956. 1956. ناخذ اياه ونتعرف عليه. عبد الكريم. منو؟ صيام عبد الكريم. مرحب بك. من سواكن هنا؟ اي من سواكن. المدرسه الاميريه الاوليه عمر مختار. مرحب بك يا رابحة. من سواكن هنا؟ ايوه في سواكن. المدرسة اتعملت سنة كم الأميرية الأولية؟ أولية 51. 51. الله ما شاء الله نسوان ينقصن ويزيد ما شاء الله. نتعرف عليك. مرحب نايلة عبد ربه. منو؟ نايلة عبد ربه. من سواكن؟ اي. الأميرية الأولية تاريخ قديم تأسست 200 تقريبا 56. 56. ناخذ إجابة نتعرف عليك. أهلا وسهلا. فاطمة عباس مريان. فاطمة عباس مريان من سواكن. سواكن. المدرسة الأولية الأميرية تأسست سنة كم؟ 65. 65. ناخذ إجابة نتعرف عليه. سلوى موسى إبراهيم. من سواكن؟ من الخرطوم. من الخرطوم. مرحب بك. نحن ذاتنا من الخرطوم، تلاقينا في سواكن، شفت سواكن لام الناس كلهم. المدرسة الأميرية الأولية في سواكن إذا عملت 200 ألف وكم؟ بس قول لك رقم. 1951. في زول ما سألنا؟ انت ما سألنا؟ نتعرف عليك. بخير احمد بشير زير صحيح معلم سواكن. مرحب بيكي. ال 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 المدرسه الاميريه الاوليه سنه كم؟ والله تقريبا انا بقول 1950. 1950. ثاني منو؟ تفضلي. نتعرف عليك. مريم محمد سعيد. مريم من وين؟ من طوكر معلم سواكن. من طوكر. مرحب بيك. ناس توكر التبيت والهبابات والبطيخ والخضروات والدلتا والمشروع كيف يا أخي؟ نحن عارفين توكر. طيب سؤالنا، المدرسة الأولية الأميرية في سواكن 1924. معنا أخونا المدير الطبي المستشفى دكتور طه عثمان محمد كجر. من وين الصناعة؟ نكون في المستشفى بشكله الجميل ده وروعته دي، داري تكلم المشاهد عنه عن المستشفى. المستشفى السواكن العام ده بدأ العمل به تقريبا عام 2009. فيه خدمات اخصائيين، 5 اخصائي في كل التخصصات وحوالي 10 طبيب عمومي عاملين. وهي مستشفى سعة 200 سرير، فيه غرفة ولادة، فيه عمليات سياتر بتاع عمليات جاهز يقابل كل العمليات، وفيه حوادث، فيه عنابر اطفال ونساء ولاد، تقريبا العمليات جاهزه الحمد لله. طيب قبل المستشفى كان وين؟ قبل 2009 كان مستشفى، طبعا بنى مستشفى سواكن القديم عام 1974، هو المستشفى اللي خلف المستشفى ده. لكن المستشفى ده ابتدى العمل فيه عام 2006 تقريبا، ابتدى يبنوه، لكن 2009 ابتدت الخدمات فيه. وده طبعا على مستوى اكبر، على مستوى بتاع السواكن القديم ده ما بكون فيه مكيفات. مستشفى ريفي
60 سرير. 60 سرير ده مستشفى عام بسعة 200 سرير. مكيفات ما في وداك؟ ده كلها مكيفات ما كان فيهم. لا لا ده ما شاء الله والله. ده 200 سرير وفيه خمسة اخصائي، اخصائي نساء ولادة، اخصائي جراحة، اخصائي اطفال، اخصائي باطنية، اخصائي تخدير، واطباء عمومين. طيب غير سواكن المناطق اللي بيجوكم منها ناس بيتعالجوا هنا؟ كل الريف اللي هو غربي سواكن تقريبا. كل الريف. زي مناطق شنو اسمها يعني؟ المناطق الريفية في هندوب، في منطقة الشجر، في منطقة نفي اليميت، تهروي، تنبوك، إيرم، كل المناطق اللي هي راون سواكن اللي هي غربي سواكن غالبا بتجي منها كل الناس للمستشفى ده. في مراكز صحية طبعا خارج المستشفى اللي هي يتم التحويل برضو من المراكز اللي جوا المدينة للمستشفى. كم مركز صحي في سواكن؟ هنا جوا سواكن تقريبا في 5 مركز صحي. ما شاء الله على مستوى يعني. يعني بخدمات، خدمات رعاية صحية أولية، خدمات كوادر طبية كده. ما شاء الله نحن برا كمان لقينا مجمع إسعافات وعربات. أيوة مركزي، في حركة إسعاف مركزي، في عربات إسعاف مركزي. عندكم كم عربية؟ 5 إسعاف مركزي مجهزة بسواقينا بإمكانياتها، وأي حالة مثلا مرات يستدعى إنه ينقلوها لبورسلان بينقلوها، أو حتى مرات حالات تتنقل للمطار من المطار للخرطوم وكذا، حالات تحتاج لموركر يعني عناية أكثر يتم تحويلها بالإسعاف. طيب احنا شاكرين ومقدرين لك يا دكتور على المعلومات السرة دي، ونحن طبعا حبينا المشاهد يعرف، احنا شفنا بعيننا برانا، شفنا اقتنعنا، لكن المشاهد لما يعرف الشيء الموجود ده شيء ما شاء الله يؤكد يعني التطور في العمل الصحي في سواكن. ونحن بنزعل عن تاريخ قديم للتعليم. طيب انا بقوم بدي 3 خيارات، اي واحدة حتختار خيار، انا بديك 3 خيارات حتختار منهم واحد حتختار منهم واحد، يكون ده الخيار ان شاء الله يكون من نصيبك. المدرسة الاولية الاميرية بسواكن انشئت عام 1890. 1800، شوف الكلام ده من 200، 1800 الوقت ده كان صغير. 1800 ها ولا ما في، ما عارف الميم يعني اصغر حيبه. 1890، 1893، 1895. عندك 90 و93 و95، تختار شنو؟ عندك كم؟ 95. عندك 93 و90 و95. والله 93. 93. الثاني سألنا هنا عندك 90 و95. 95. 95. الباقي لك، الباقي لك شنو؟ قال ان الباقي لك 90 صح؟ 1890. طيب انا سعيدين نكون في مستشفى سواكن، وطالما جينا لاقينا النسوان قلت لهم يا اخي انا اسوي لك، قال لي سويها براهن ان قال ان دايرتنا بعد ذاك عرفنا هن ما يتضايق. فده قالوا المرأة مكتشينة، المرأة اصلا شفتي الراجل، نوريك الراجل اللي كتشي المرأة وقت تكون طلباتها كثيرة نقناقة دي الراجل بكتشينة. بعدين قامت جات وهم اشتري لها عربية، العربية بيسواقة وبعدها تنقنق. ده قصر؟ لا الله إذا قصر أبدا والله. عربية بيسواقة قصر؟ والله أبدا أخواني قصر كيفين. ومرات واحدين وزاتوا ما لاقي العربية. أيوة جاب لها العربية سواق، قالت له واسمع أرفد السواق، وهم يتضايق منا يا رب أن تخلصوا بس. قال لها السواق أرفد في شنو؟ زولك اللي عيش أرفد في شنو؟ قالت له والله مرتين سايق العربية قرب يقلبني يقتلني. قال لها كان كده إن دي فرصة ثالثة عشان يقتلك فيها. قالت له عشان يقتلك فيها. طيب يا أخواننا الإجابة الصحيحة 1895 فايزة هدى صفي قولها يا أخوانا. هدى مبروك عليك، فزت معانا بجائزة مقدمة من قناة الشروق، ونمشي العربية ندي هدى جائزة. سعيدين يا أخوانا الفايزة معانا في آخر محطة لنا في سواكن الليلة، وخدنا هدى، وهدى ممرضة. ويا أخوانا لحسن الحظ في البرنامج ده دائما مرات الجوائز بتصادف الناس حسب شغلهم. هدى فايزه معانا بخمسه حقن، 5 سيسي، معاها دريب ولف شاش. نصفق لهدى يا اخوانا. ايوه يعني جاتها واحده قالت لها تستاهلها، تستاهلها دي ما بعرف يطعنوها لها ولا تشيلها. لكن هدى يا اخوانا بنبارك لها، فازت معانا بتلفزيون 21 بوصه مقدم من قناه الشروق. صفقه لهدى يا اخوانا. مبروك يا
شكرا لسواكن، شكرا لسواكن التاريخ، سواكن الحضارة، سواكن التي أنجبت البطل عثمان دقنة وجعلت للسودان تاريخ. شكرا لشعب سواكن الطيب الذي استقبلنا بالحفاوة والترحاب والبشاشة. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتم معنا بحلقتنا الليلة من سواكن ولاية البحر الأحمر. حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته، وبقول لكم دمتم في أمان الله.